أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الخامس حديث كالشنات مروي من لوري واي عن أبي هريرة. أبي هريرة لقوري رضي الله عنه الله كرال نغليوات. قال أبي هريرة وحويري كان رسول الله إلى رسول كيس وحوها صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة مركو صلاة أستاغي يكبر متكبارتا حين وقته يقوم النبي أو جوك سدو مركو جوك سدو مركز كبعد حوصة مجري وكبارة جري وتكبيرتي هذا تكبيرة الإحرام قال الله وحال دي أدو سؤر دا رحكس أدو والي رحص عدو إن الله أكبر سيتر هال دي دا وحال رواقفكم مركو استاغو كدي بحال ربا إنه صلاة حرت الله ربا ثم يكبر وكبارنا يا واد حين وقتي يركع أو ركوع يا واد مركو ركوع يعني وكبارنا يا واد ثم يقول النبي عليه السلام وحوله جري سمع الله لمن حمده ساسوله جري واد سمع الله إلهي ومغلو وأجيبه لمن أو أجيبه حمده مهدي واد عد إلهي مهدي سوء ما أنت إلهي وأجيبه واد حين وقته يرفع أكري إلهي سلبه دبر كيس واد من الرقعة من الركوع أو ككري إلهي واد مركو دبر كيس أو كسو كري إلهي ركوع أو كسو كري إلهي يوحو دهي سمع الله لمن حمده أولاي واد ثم يقول هدنا النبي عليه السلام ودهي والحال هو قائم أو تاغيه ربنا يا ربنا ربي قينو ولك ادي وحا كو سغناد الحمد اكو سغناد ما ايا كو سغناد مركو استاغ كبعد او ايضا دها يا واد هران او سو هادنا تسميع ان قفل بو لوغه باهن يا واد قفل بو مركو ركوع كا ما حوليه سمع الله لمن حمده وليه هادو استاغ كو اكاد كبعد حوليه ربنا ولك الحمد يا واد ثم ميا سيدنا ودو كجرينا وعلي السلام واد ثم يكبر نبي عليه الصلاة والسلام وتكبير سجر واد حين وقته يهوي أو هوبان آيات أو سجود أو هوبان آيات أو سي سعودان وتكبير سجر واد ثم يكبر هذا وتكبير سجر حين وقته يرفع رأسه مدحيس أو كر وصوق هذا أو سجودك أو كر وصوق هذا وتكبير سجر واد دان الله أكبر ودعا واد ثم يكبر هذا وتكبير سجر حين وقته يسجد أو سجود آي وسجود الأباد واد ثم يكبر هذا نوا تكبير سجري حين وقته يرفع رأسه مدحيس أو كري إلى واد ثم يفعل ذلك مركا كاسو سميجري في سلاتي سلاتي سدحد هذا كلها دمانت هذا حتى يغليها إلى أوك قتواد إلى أوك قتواد وكان النبي عليه الصلاة والسلام حوها يكبر متكبار تو تكبير سد حين وقته يقوم أو استاغاي من الثنتين لبدي رقعو أو كو استاغاي واد بعد الجلوس فرديك كبعد او تكبير الجراد واتحيات كدخه وتشهد كدخه مركو كاستاغ هنا الله اكبر ودها ياد مركا حديث كان وحا كو عد مشروعيه التكبير واد في كل خفض ورفع مركا سنه وعلي السلام او هوس اداي اما او كرسو اداي خولها الله اكبر ودها ياد وتكبيرات كاي تكبيرات الانتقالات تكبيرات كاي واد مشروعيته اكو سنواد وحكى له كسوان حديث كما شاء هذا وربنا ولك الحمد أنا ذكر جاس اعتدال كان حديث كواكو عادي أود ذكر جاس اعتدال كان واكو عادي أود مت كستو تسميع تحميد أنا ما حل قاضي إنه جاي إلا وجود جدي أود يشرع عن الكل مت ولا بس كيس إلا وجود جدي أود أو تسميع عشان ما واي واقف كمركو الركوع كصوص عضو أو اعتدالك وسي سعد حوليه سمع الله ولمن حمده ولياد مركو نغادك بعدنا حوليه ربنا ولك الحمد ساس ولياد ساس ولياد مركه تكبير تاسا كو سما غود اهان اديك شنت صلاه تكبيرته كو جرت 94 تكبير واد 94 تكبير ا غود اهان كو جرت واد مركه انا حساب كو كيسه تا لغا رواد ركعه كسته شنت تكبيره لغا معنا شنت تكبيره لغا رواد
salaada oo labada ah oo macnaha salaada subaxa 10 iyo 1 takbiira ku jirta ayda oo marka lagu daro takbiiratu ihraamka lagu daro ay 11 naqaysaa magrib kuna 17 naqayd xaal lagu daro markaas meesha takbiiratu ihraamka iyo takbiiratu qiyaamki oo looga soo kacay tahiyadkii koowaad loo soo kacay marka saasa ku dhisa adi 94 takbiira laga rabo الحديث السادس حديث كليحات مروي من لورواي عن مدرف ابن عبد الله قال إنه رسليت أنا جوادك لي إياه عمران بن حسين ودك النواد خلف علي بن أبي طالب أن كدك النواد رضي الله عنه الله كرانه فكان علي وحوها إذا سجد مركو سجوده كبر وتكبير سجود مركو سجوده وإذا رفع رأسه مدحي سمركو كروسو قاده من السجود يلا جوداي كبر أيضا وتكبير سجود وإذا أنها لو مركوه قنايو من الرقعتين لبد رقعة حقود أو كسوه قناعين كبر أيضا وتكبير سنة يا واد بركم سوكا يا واد وفريق رح كسو استغل وتحياتك فلما قضى الصلاة صلاة مركو تام يالي قال مدرف ما سوكا شي يا واد فلما قضى علي الصلاة صلاة مركو دمستر قال مدرف وحويري وراوي حديثك نوري هيا أخذ بيدي قعنتيد وحاقبتي عمران بن حسين عمران بن حسين قعنت إيجا قبطي راد وقال عمران بن حوري ذكرني هذا كان وحوي حسوسي صلاة محمد نبي الله محمد عليه السلام صلاة دي سوء حسوسي راد أو أمس قال عمران وحوري صلى بنا وحونا دشية صلاة محمد نبي الله محمد عليه السلام صلاة دي سأيونا دشية راد ساس ولا سعادة حديثك مركو لي وحكو سي عدايا صلاة النبي عليه السلام كسي أطي لي تكبيرات كي لو أصلينا نوشي غاد كي يروا لمعنى غاد كي يروا حوجيها سغاد الحديث السابع حديثك التضبات مروي يربي له ورواي عن البراء ابن عازب ألقى ورواي رضي الله عنه ما الله كلام دي قال إنه ويري رمقت وحان إش كل الجياد أما وحان أكور قلي صلاة محمد نبي الله محمد عليه السلام صلاة ديسة أكور قلي واد أما إيش كل جيو يعني حالتين على الصعدات فوجدت وحان أقادي قيامه نبي عليه الصلاة والسلام استاجيس إيه فرقعته نبي عليه السلام ركع ديس هذا ركوع عيسى على قوة داهية إيه فاعتداله نبي عليه السلام توصن أنتيس أو اعتدال كيا بعد الركوعين حاله وهذه اعتدال كاس إيه فسجدته نبي عليه السلام سجوديس إيه فجلسته هي أتفدقيس بين السجدتين لابد السجود لحظة أفر ليستي إيه فسجدته هاد سجوديسة إيه فجلسته هي أدفنجيسة ما بين التسليم تسليمك إيه والانصراف قدومك لحظة قريبا وهاي وحدو من السواء كاشواد أنت أصبح عين قريبا كوادو من السواء كاشي ودو عين هاد كاشو أي ودو عين هاد وفي رواية البخاري وحاكو سمنا هاد فوجدت أسوق الشيسة وحانو قادي ما خلا ما الذي كي خلا هو ما قبك قال النقد القيام يولق عودك قال النقد قريبا إنه يروح أدو من الصوايد كاش أدوات معناه طبعا تضوي السود دواعين واد أصله كيان واد لكن حوا واكلا ديران واد ما كحديث كان سينا وحاكم جرته قيام كهذا الشيء جاي وحاله قدر لي هاي الاعتدال يولق عود جلوس بين السجدتين واد والمراد بالقيام الاعتدال هذا الغرض هذا رمقت وحان اكور قالوا صحابيان صلاه محمد النبي الله محمد عليه السلام صلاه ديسا اكور قالواد فوجدت وحان هلا قيامه النبي عليه السلام استاجيس او اعتدالك هي فرقعته النبي عليه السلام ركوعيس هي فاعتداله توسنانتيس بعد الركوع هنا حاله وهذا هي فسجدته النبي عليه السلام سجوديس إيه فجلسته وفرقيسة بين السجدتين اللي بدأ سجود أحضر أوفره إيه فسجدته وسجوديسة إيه فجلسته وفرقيسة ما بين التسليم تسليم كان هذا التشهد على قوضة إيه سلام نقصك على قوضة إيه سلام تحياتك أتيسايد على قوضة معنا قوضة مركا إنت أوفره إيه قدونك إنت أوضحيس إيه إنت هم بإنت إسوج الجرام با قريبا أهمدوا وحقودوا من السواء كاشواد إن إسلاقيين أودوا أين واد معناها حديث كان معناها صراحة وحكوتوسا حديث كان تخفيف القراءة والتشهد واد قراءة النبي عليه السلام وآخرين هاي إيه تشهد كيزوا إني فضضاين معناها إسان إيريان واد وحكوا الحديث كان رقيق قادنا وحكوتوسا إدالة الضمانين في الركوع والسجود وفي الاعتداء عن الركوع وعن السجود لما أنتوا النوار إيريان
محاجر استكلا يسقون دوا كران إنه كواس دوا نيدو ديري أحي يودا واكرتا أقرن تيسي أو قيام كتيداه ساسي يودا واكرتا واج لا صاد الحديث الثامن حديث كسيديدات مروي من لو رواية عن ثابت البناني ألقوا رواية تابعي قاسا ألقوا رواية عن أنس بن مالك أو نكو رواية رضي الله عنه الله كران نغذي قال أنس بن مالك إنوري إني أنيقى لا ألو كما قابنا أيوه أو يعني ما قبض فلايو أن أصلي إن دشيو بإن دكدو بكم بسببكم سبب كنا أدكدو كقاب مايو كما سيدي رأيتو أنكو أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إنو دكنايو بنا بسببنا سبب كنا أدكنايو وصلاة دي أو تعليم تايدو أدوتك لبرايو قال ثابت البناني أو حور مركا فكان أنس وحوها يصنع متسن عي شيء أنو صنع جري شيء قول الله أراكم أنا إديك إنكو أركينين تصنعونه وحال الشيء السمين يساود فكان أنس وحوها إذا رفع رأسه ماذا حيث مركو كارو صو غادايو من الركوع ركوع حقيسه انت سوا واغماي قائما حالو يكي تاغن حتى يقول القائل الى قائلك او كملايو اما او كنه اما او كدحده نس قد نسي انه قد نسي انه هلمامه معنا واذا رفع انس دو سو كريرو رئيس مدحيسه من السجده او كسو كريلن يمكث وا نغاناي حتى يقول القائل الى او كيره قد نسي واه المامود قد نسي واه المامي الى او كيره ساسوي مركا هذا حديثك عاكو وجرو جلوس بين السدتين كي اعتدالكم إني هين لبر ربنيو الضويل أهوان لبر ربنيو الضويل معنا إني هين أهوان محاجر حاله فكان إذا رفع الرأس من الركوع انت سوى قائمة حتى يقول القائل قد نسي أهوان مركو اعتدالك وستاقو واتاقناه عبارو وتاقناه أهوان إلا قائلك وكيره وابه المامي عمل إلا وكيره أهوان جلوس بين السدتين كنا حوصة مجري والنقاجر عبارو فرجر أهوان إلا قائلك وكيره وقد نسي أهوان مرك حديثك حال اسكوبر ارجيه تضويل الاعتدال ايو جلوس بين السدتين واج ساسو قعدات البيان في الفعل ايو التنبيه على القول ماكو سوين حديثك هذا ان فعل كنوع السلام لعديات قول كيسن الاسكوبر ارجيه واج مهاجر حور السيد نوع السلام انا نو دوشي جرو صوب كان او دوك جير انا ايدي دوشي ايدي كسب كينا واج لكن حدنا حن كو دوكا وري كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ساسو روات marka salaada aad laga hadlay salaad mafruuda ma ah ee waa salaad oo salaad tacliimo dadkii salaada la baray sidii loo dukulay waad saas la baraa ee salaad oo salaad oo yaani mafruuda oo salaad waajib ka ahayd ma ah salaad oo u dhahayo in aan u saliya bikum sababkiina u dukulay salaad oo u dhahayo salaad waajib ka ahayd ma ah ee sunna mudlaqa waad thabitul bunani gaanuna tabiici waad anas ibn malik markuu aamanaayo wuxuu yiri inna lil khayri ahlan khayrka xuliyay ahlu liyaad وإن ثابتنا من مفاتيح الخير خيرك فريسه كمين يورنك أود أرد أد أود ذا البدن وهي معنا أود حماد بن سلمة وحده كان ثابتا وحقها يور يقول مدي له اللهم الله يو إن كنت أدات أعديت أحدا إن أسيس الصلاة في قبري فأعدني الصلاة في قبري هذا بقف وقش إني قبري جيد كل أحد كت أنا جن إلى قالوا إن قبري كل أحد كذا هيرك أسود ذلك في جار معنا أود الحديث التاسع حديث كالسجالات مروي من الرواية عن أنس بن مالك أنس بن مالك قال له رواية رضي الله عنه على كلامه قال إنه وري ما صليت مدكن وراء إمام إمام قداشي قد ولجواد أخف كفضيت بدن صلاة حق الصلاة ولا أتم كتاميريد بدن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قف النبي عليه السلام صلاة كتاميريد بدن كان فضيت بدن ولجي قداشي دكم مدكن ويراد ساس واد marka hadiiska waxa macnaheedu ugu jiro salaada in la fududeeyo bi xaq al imam wad ala al itmam laakin imamku xaal raba salaada inuu fududeeyo laakin hadana xaal laga raba ala al itmam ala al itmam leh laga raba wad iyo cadamu taqsiir salaadan inuu ku xad gudbo oo yaani ku gabad falo soo gaabi arkanteed iyo sunanteed oo salaadu wax ka kala tagana lama ogola inuu hadana dheereeyana lama ogola wad hada hadiiskan iyo ismaarad maayan ee ahadiista qaar oo nabi (NNKH) mararka qaar uu salaada dheeri hayaad taas macnaheedu waxay naqaysa li bayaan il jawaas saasay naqaysa wad ee iska hor imaamaya macnaheedu
marka imaamku waxa laga raba asoon muuminiintana dhibeynin salaadina aan gaabihiin wad inuu maro wasadka dhaxda inuu maraa laga raba wad الحديث العاشر حديث كتمنات مروي من الرواية عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري لو نسمي واد قال إنه أبي قلابة جاءنا وحن نويم مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث نويم في مسجدنا مساجد كينو نويم هذا وكان عواد فقال مالك وحويري إني أنا قال أصلي ودكنا بكم بسببكم سبب كينا ودك واد وما أريد صلاة صلاتنا أنا قدوني ما لنفسي واد نفتي صلاة عمر ربو الله دونه ما هي رواد لكن إذا كسبب كينا ندك واد وصلاة تعليم تايد شيئنا أصلي ودكنا كيف سيدي أنا ودكنا رأيت رسول الله أنكو أرك صلى الله عليه وسلم يصلي أسود دكنا واد قال سوق شمرك قال أبو أيوب لا صلاة واد وما أريد صلاة لنفسي أصلي ودكا كيف سيدي رأيت رسول الله أنكو أرك صلى الله عليه وسلم يصلي واد فقلت لأبي قلابة وحاسوك شتا عدت رهي فقلت يا رهي قال أبو أيوب رهي واد وحديثك الرواديس كجر واد قال أبو أيوب وحوير مركة فقلت وحان رهي لأبي قلابة أبي قلابة وحان رهي كيف سيدي كان أوها يصلي سؤدك لأنه وعي السلام هذا دو وعي السلام سؤدك جر واد وأسيق رهي سيد الرسول عليه السلام أمكو أركا أدك رهي سيد أدك جر واد قال مقاسو أبي قلابة وحوير يصلي ودك جري صلاة صلاة دوك جري صلاة داسو مثل صلاة شيخنا شيخنا صلاة ديسو كالتا هذا او كان شيخ اسود شيخ مركو يقول اسينا وعمر ابن سليمة تواد صحابي صغير وايواد وكان شيخنا وحوها مركا يجلس بتفديسته اذا رفع رأسه مدحيس مركو سوكر يالو من السجود سجود حقيدة او كسوكر يالو او فديسة جرواد قبل ان ينهض قبل ان ينهض انتو سنهين كنواد وجلسدي او استراحه ايدو انا مركو استاغي تو او انتو سي استاغي او خوغا يرا او فديسه جيرواد فديغا عاديغا هو مركي او قفكه او سجود لبااد كسو استاغاي رقعادنا ربونو او استاغو جلسته استراحه سلون فديست تي وا دليل كيدو معنا تاس دليل كيدو مركو خوغا يرا فديسنا كديبو استاغاي واد استو سجود اوغا سو هادو او اوغا سو كخو توس هركه استاغي بي واد هركه استاغي سيداسا نوع السلام دوك جراد هذا حديث كان أبي قلابة وحكمية من أفراد البخاري سيدا حال حديث كان صوشي قنوك لتو هاي من أفراد مسلم وهاي وحابي مسلم أو لك اليابة هاي كان نحوي هاي وحي بخاري لك اليابة كميدوان كمين ما بلان في أوقع هذا الشيء قو هاي وحي اللبضة اسكوا فقينا كينا هيكون مستعيدة هذا حديث كان هذا أنس برهن حكو أركي سحابي الله أركا مركاسو دوتك دوشيرا مركاسو حولي سوكينا ودوكنا ساس من هايو وأنا أقول بدين حديثه هرنا حاصمر نويسقاتك حديثك حمران عثمان بن عفان حوداي كان ويسقاتك مركزه ويسقاتها أي سما مركزه ده ويسقاتك نوع السلام واكناه سأزوده عبد الله بن زيد بن عاص أصلا وصينا حاصمر ناسين واتوداه ناسين ويسقاتك مركز اللي يسبره هذا حديثك على حاصمرين نوع السلام أنا يقول جود مركو يمنع ومسلم يمركو يمنع أنا جدته ملاك حديثك أي نحوداي إنه دشي أهانه أقول سما سلا تعلم سما انت ساركيسا ايدو صلاه دي لبرا الى اسبرا اركيسا ادنا حركي قف كاست ايدو دبديد دولاشي انت مساي كو دكت ادنا صلاه دي لو شي كريت لو شي قف برها ما له معنى ويحم برها يا ود الا من رحم الله اسو وين هو حركيسا هدو سجود تغاو مرده فناد انت كر وبخد اها سوبخاي عورده سوبخاي عورده دي هل مر فيد انت صلاه دي نقيس وا بوري سو صلاه لو مر شي كريت لو مدي كر او كايد لو مدي كر marka xaalada salaada in la barta la rabaa salaada in la barta dadkana la baro la tuso lida sidii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku jiray kitaabkana ku qoreed dadka in lagu baraato keyo oo la tuso saasad hada fadigan oo xadiiska noo sheegay jirsato istiraaxada way jumhur culimaa waxay qabaan inuu sunnah ahayn fadigaas waad inuu sunnah ahayn ee jumhur culimaa waxay qabaan imaam shaafici iyo asxaabtiisa waxay qabaan inuu sunnah yahay saasay qabaan الحديث الحادي عشر حديث كالتمن يكوبات عن عبد الله بن مالك ابن بحينة وحالك ورواد بحينة عن قيد بحينة عن السلام ما قاعد وحال ليجري عبدة بنت الحارث قال ليجري واد أن النبي نبي صوبا صلى الله عليه وسلم كان النبي إلهي وحوهاي عليه الصلاة والسلام إذا صلى مركو دكناي فرج وكلاسيك جري بين يديه لو ديسك عمد واد
حتى يبدو الى وقضاء وصدهره بياض ابديه كل كلدي سعدان تودواد مركن واحد سلام وسجود اي ساس وسجود جراوات ساس على الوالد قاع وين انت ادغتو او تقدم قارته ساس وبحس سجود على الرواد اي ساس انت كو دغنين معناه اي ساس هنا وفرج بين دي حاله ودا يعني انت حصولده كو دغنين لا دي داود ساس على الرواد وماشي وحا كو جرى حديث استحباب مجافات المرفقين لبدا حصول ان لا دهره عن الجنبين لبدا دين على لا دهره واد لكن اوغو ارنتاس وي خاص كو تاي رغي خاص كو تاي ناغا لو مو غلواد مهاجر هناك تأيد حال الرواة تظلم بعضها إلى بعض ساسا بالروايدات إني ساس ترى دي أرجعنا ما يبنان كأن تلا مرة واحد حديث كحاك لو كده الاقتداء بفعله نبقى على سلام فعل كيس ولا جود ضيوان كما يقتدى بقوله سيد قول كيس ولا جود ضيوان ساسا الحديث الثاني عشرة حديث كلا بقية طمانات مروي من الرواية عن أبي مسلمة على قول سعيد بن يزيد قال إنه يريد سألت أنس ابن مالك عن وحن سؤالي أكان النبي ما هاي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مد كده في نعليه لبدي سكوت كد كدوات قال أنس حور نعمها النبي صلى الله عليه وسلم كد كجري ورواد أكان ما هاي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مد كده في نعليه النبي لبدي سكوت كد كده ما هاي واد قال مقاس حور نعم ها ورواد ساس ورك من البدال هذا وحوليه حديث كان وحوم محمول كوي هذا الحديث محمول حديث كان وحاله وحن بارا على ما لا على ما إذا لم يكن فيه ما نجاسة طوال هذا كبو إيسو كوال نجاسة إيسو كوال ولا أقول يا هاي ابن الدقيق العيد كهذا أشرح على كتاب كأحكام الأحكام كان وحوليه والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال حديث وحو دليل يا هاي إن برنانته إن لقد كذا كبار لقد كذا واحد ولا ينبغي في صحابون ولا أن يؤخذ منه إن لقى على استحباب إن السنة إن كبار لقد كذا إن لقى قاتها ما بنا أنو ليه واحد مهاجر لأن ذلك لا يدخل في المعنى المظلوم من الصلاة كاسي بتصي ماي معنى الصلاة اللي قدل بها ما تصي ولا واحد لكن أقول أحاديث كلا تو حاجر تصنع فوق رنو نبغى عيسى السلام أقول يا يهود خلافة مهاجر أيجا حيس سيبان كبار حيس سيبان زمان يدك كبار قشت يكود كذا ولا أجر أحاديث سكان أحاد مرك علماء مرك أحاديث تعسل لقى هذا لايو يا حديث كأني مرك لقى هذا لايو حلو قد جوابه وحلا في ريا مصلحة إيه مفسد على في ريا مصلحة إيه إيه مفسد على في ريا مصلحة هذا وحاكو جرو إن قف كل بيستو حركة هذا أو زينة كاملة قاتو مصلحة ده كجرتها أو أتى خدو زينة خدو زينتكم عند كل مسجد سمعين وعبد الله بن عباس وقف سيره عند كل مسجد عند كل صلاة وقف سيره مرك الصلاة كاستحال ربا إن زينة ده لقات كبو ونحي كمدين زين دي كمدين دنكا سمرك لغا فيري مرك حي نقي مصلحه نقيسا دنكا كلو مرك لغا فيري نحي نقي كبي حي لباشرين نجاستي اي وحابي لقرميساي اي لباشرين سوما مركاس حي هلي هيان ارغن بابا كديلين دنكا سمرك حي كنقي مفسدي كنقي دنكا كلو نحي كنقي مصلحه هورنا حان صبرني مفسد ان لعلي اي ان مصلحه لكينو تيل هورمري هي ان مفسدد لعلي شال هورمري هي marka lama ogol inaad kaba waxa lagu ogol yahay hadii kaba daahir yihiin ay nadiif yihiin oo sida dharkaad gashanta iyo daahir u yihiin ayaguna daahir u yihiin markaas waa lagu duuga karaa laakiin hadii sida dharkaad gashanta baad doon u jeesay in aad ku duugto waa lagu ogolay lagu ma ogolaynaad mid kale ana lama ogolo nabiga cayi salaama kobi ku duugay inta tira masaajidka inaad ku la dheesay laba rabeed masaajid masaajid goglay masaajid nabiga cayi salaamne عيدوا هاي سما عيدوا هذا حديث كنا كم عدد إنه مسألة كده حديث كل دكتور كم عدد حديث كده إنه سفر هاي نكم عدد إنه مو كل دكتور كم عدد ما يشكم كم عدد لكن حقه تسي جود كموه حين لم يدي دركة عشانته هذه دركة هو داهر يا كموه نحين أي كموه نداهرين لا بد أن يكون دكتور هذه النجاس نقدان كم دكتور كرتي دواد كم دكتور قاب هذا حديث الله مديها نسيده سواد ولما مس حديث كعائشة وطواي نبي عليه السلام حور هاي أنتم من المساجد إلا ندس في الدول حافظها إلا قدس هذا حال أمره وأنتم ندفع إلا نضيف السماء وأنتم ضيّب إلا ضيّب هذا ترى أمرك مشايك أنكوا أن اللي قاله هو مرة أرك حديثا أرك كوبشيك أسأل أن مشايك كوا كل عرر هذا ترى حايمة مشايك إنه هلا وين ما هيد زيك إنه هلا وين مرك لما أقوله لما أقوله وحلو أقول يا ما على ما إذا لم يكن فيه ما نجس ساس شرطي الحديث الثالث عشرة حديث كسد حية الطمانات مروي من الرواية عن أبي قتادة الأنصاري على قول رواية رضي الله عنه الله كنا أن رسول الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم
كان الرسول كو وها يصلي مدك واد والحال هو الرسول كنا حامل ويا واد مدحن بارسن امامه قبل الهجره امامه سو بنت زينب زينب قبرتي هدواد زينب سو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدواد وهي امامه لابي العاص اسمتاد ابي العاص دلاد عاص كو ابن الربيع ربيع عن قيس واد ربيع عاص ابن عبد الشمس واد فإذا سجد وقت النبي عليه السلام سجود وضعها أمامه ودقها يود وإذا قام مركو استاغ هنا حملها وقادها يود حملها وقادها يود حديث كمرك أستغن هذا وحاكو وصوغا النبي عليه السلام إنه قادها قبرها سواد قبر يريس هنا أيضا وهذا إنه يرد قاد قادتان كذا بك فهمي سواد سأسول سواد ويقدم مرك حديث كحالي قادنا من حمله النبي عليه السلام حمبارتان كيس وحالي قادنا أن الثياب الصبيان إيه وأجزادهم ظاهرات المها درك اي وطان ايو الهكو مدرا كركودو انو ظاهر يا واد الا لا حقيجو ان النجاس يوان او شيء نجاس انو كيال الا لا حقيجو المها دركودو كركودو ظاهر واد حديث كان امام النووي وحو ليه ظاهر كيس وحا كموقدو ساس بلواد والفعل ليس كثيرا واد فعلك انو سبب بدني واد ساسا كموقتو لواد لكن حافظ كامام حافظ ابن حجر وحو ليه وحمل أكثر أهل العلم أهل العلم جاب بدن كود وحيكو حمبارين حديث كان على أنه عمل غير متوالي إنه ياي عمل عن حريرين إنه ياواد معاجر والدقاي والقاداي والدقاي عمل كود بدنيا مركا عمل كاسحيل وحي مبارور إنه هاي غير متوالي أو هاي واد ولوجود الضمانينة في أركان الصلاة واد نبي عليه السلام أركان الضمانينة صلاة هذا تحت هذا ضمانينة حوصة ما يجري وارد يجري ما دام الضمانينة يسو مركا أي ديري عملك حون نغا مرك غير متوالي ونغناواد والعمل القليل لا يبدل الصلاه عملك يرنه صلاه ما بريواد وكذا الكثير المتفرق متك بدنو كلا تكتكسن ولا ميدو اسغنا صلاه ما بريواد صلاه اسغنا ما بريواد ساسرواد ملك علماء قارا وحين ضروري اهدي وحالي ما عدا وما سغنا ليراد علماء قارا وحين وابا خاصي نبي عليه السلام خاص كو ايدنا ما سغنا ليراد علماء قارا وحين وحاوا احتمال انه حديثك يا منسوخ أيضا وحال احتمالكم نسقق احتمالكم مسقنا هذا ليرات أنت أسوأ جرام مرك قاعد عان هاجر أو هدير إلى أصل كأي ظاهر كديس كل مدين ظاهر كذا قايل يبان كوا ظاهر هدي شيء كان أصل كيس إيه ظاهر كيس عنو كان أصل كيس حيوي هاي وعنو ظاهر سما أصل كيس هو ظاهر لكن حا قايل كوا وحا قايل كوا إنه أمم منطقه أمم نجاس كوه الله وده وحسكو كاتشو وحصل حين قايل بكوين لكن أصله هنا حواي وظاهر عنه سوما مركه وحال ليه رجح الاصل وايد اصل كان رجحه او انه ظاهر مركه مسائل دور هاجرته لا سو ريبايو مركه قارن قالب كان رجحه ومركه دليل او كقمواد مركه اذا تعارض الاصل والظاهر اي الغالب لا ظاهر رجح الاصل قاعده سكو وجدت ما شاء الحديث الرابع عشر حديث كسام جوغمو الحديث الرابع عشر حديث كافر التمنات مروي من الرواية عن أنس بن مالك ألقوا رواية رضي الله عنه الله كرنا رضيات عن النبي أكوري صلى الله عليه وسلم قال النبي لا ينور اعتدلوا كأكادة أو سلمة في السجود سجود الحديث كأكادة أو سلمة واد مركز سجود الدين سجود كأكادة أو سلمة واد ولا يبسط أحدكم أحد كنا يوصن في دين ذراعيه لو دي سدود إن بساد الكلب أيق في دين تيسوك على تواد سيدي إيجا لما تقع عمد أوفت سنعي ساس يوس أوفت سنعي قفكم مركز سجودة واد وحان لو أقول إنا سان أسجودان لو أقول إماد ساس لما أقول واد وسجود وحال روا قفك إنو ساس يرادو مدى حاس كيسا هنا أو بحسين سجود ساس إنو يال روا واد لو يسبان أي واد هذا مركز صلاة اللغو جران إنا دادك كالفتو أدو كالغا إسكلا فاحسانا لما أقول إماد سيارو معقول على روا واد سيارو معقول سانا لما أقول دادك أيغو سجودة لما أنقع عمد إنت لقاها إساس سجودة أيضا لما أقول واد مرك اعتدلوا كأكادة في السجود كأكادة واد ساس ولا يبسط أحدكم يوصف في دين الدراعي دون لو ديس دون إن بساد الكلب واد هذا مصدر كانوا أو إن بساده وحوق لافسين فعل كيس واقل لافسين واد وحاجر فعل كيس ثلاثي وبصد واد مصدر كانوا حكوي من خماس ساس حكوي من واد واقل لافسين واد مرك حاول يمي وحيل متى وتبطل إليه تبطيلا تأسيل متى واد مركز أسول أسعاد إمام الصنعاني أو حصو تري بيدو حكو ترينا إنتي لديد بحيو ليه هاي إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا وحانا قرار ريب عن الإديان فيها بستة واللح شيء
إن الله إيمانه وأنا قال رواد بروك البعير كبروك البعير وأنا قال رواد سيد أورك أوفر يستوعب قولوا مسألة خلافة إسكت أيوه بروك البعير كبوح الله جود الله يسقاه إن شاء الله ودم بلغ مراكم تقنان قادة دونا ماشي أسقف فايد دونا ديالي رواد وهذا أورك مركو فريستان أيوه حاليري وحب لابا جربوه كب لابا سوما مركو كب لابا أو كدي وادنا أو ساسو فريستان كيو دم بيا جونا وحرسوك مرك ساسو أو سامي هواد مركو ساس سامي كدي بو ساسير أنا مركو حال الجامهين أو حكوا أدين بيشيسي كوا أدين واد مرك خلاف كاسالة سامي عمل واد مركو ماشي أسانكوا قاعد وحاكلوا الديد والالتفات ملحس كثعلب واد سيد دو عدو كلا أنا ما أتنا أدو صلاة كجرو ده دو عارك تأمل عليه أدو صلاة كجرو سالي ما أتنا ساسو كجرو ما أتنا جرو واد لما أقول أيدنا واد وحاكلوا الرأي والنقل القرآني في سجود الفريدة واد صلاة مركو سجود سنتة أنا سيد دكا عمل أكو وسو أهو ركسو بود أيد الله لما أقول واد وإقعاء كلب أي جسيد أوفر ديستنا أيد الله مرة بواد أو كبس الدراعي سيد الله بدي سدود أوفر ديانا الله مرة بواد وأدناه خيل فردها أو يعني دجال كمان يكون جرنا أردا يأكلت سيد دبضة أقوله لان إن الله 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 مرة بواد عنده فعل التحية معنا النبي عليه السلام هو أركي أيد الصحابة يقول دكا يملك السلام عليكم ليه وحدهم السلام عليكم السلام عليكم أيد الصلاة هاي أركي بعد مركز وحديث مسلم كوكو يا لاي سمع مسلم كوكو الحوري ما لي أراكم رافعي أيديكم معنا محان إني أرك أيديكم قامير كور قادين أقادسين كأنها أدناه خيل الشمس واد وابا أيدوا فرد ضد بضل لولا عمل أيتهاد أسكنوا في الصلاة صلاة دكوا حسلواد أو إذا كوا عادي وصانوا يال كدي بسلام النقصد واد مركز أنت أسبوا والله ممنوع واد والله سبحانه وتعالى أعلم.